بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. هبدأ مع حضراتكم النهاردة في العديد من الملفات كالعادة، هنتناقش مع حضراتكم في أمور كثيرة. زي ما أنا متعود دايما أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح والصراحة، ودي الرسالة الإعلامية اللي دايما قناة النادي الأهلي بتبقى حريصة على تطبيقها من سنة 2008 وحتى الآن على مدار كل العصور السابقة وحتى الآن. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه ردا على أكذوبة إحنا بطل الدوري والكاس، إزاي يعني نخسر السوبر؟ أو إزاي ما نلعبش نفسنا زي ما بيتقال؟ المفروض يحصل إن النادي الأهلي كان يقابل نفسه في موسم 2005-2006 مثلا يعني، فالأهلي بطل الدوري والكاس موسم 2005-2006، الأهلي حقق لقب السوبر عام 2006 على حساب إمبي بهدف محمد أبو تريكة في الدقيقة 90، كنت أتشرف بالتواجد في الملعب في ذلك الوقت. الهدف أمام حضراتكم ده في الهدف في الدقيقة 90، وكان من المفترض أن يكون الزمالك أو نادي الزمالك النادي الكبير والعريق طرفاً في المباراة باعتباره وصيف الدوري والكاس، لأن لاعبه النادي الأبيض رفضوا استلام الميداليات عقب الخسارة، فقرر اتحاد كرة القدم معاقبة النادي وإشراك إمبي ثالث الدوري في مباراة السوبر. أنا بتكلم مع حضراتكم بالحقائق والبراهين زي ما حضراتكم شايفين، مش كلامه خلاص. أنا عارف إن أنا هطلع أقول الكلمتين دول هيطلع حد تاني يقول كلام تاني، لكن مفيش مشكلة. في موسم 2006-2007 الأهلي بطلا للدوري والكاس، ده تتويج 2005-2006. الأهلي كان بطلا للدوري والكاس في 2006-2007. حقق الأهلي لقب السوبر 2007 على حساب النادي الإسماعيلي النادي الكبير والعريق بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي زي ما حضراتكم شايفين بالتعادل الإيجابي 1-1. النجم الكبير كابتن محمد حمص نجم الدراويش في الدقيقة 31، وكابتن شادي محمد تعادل من ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 42. سجل للأهلي في ركلات الترجيح جيلبرتو ومحمد أبو تريكة وأسامة حسني وشادي محمد، فيما أهدر محمد بركات نجم النادي الأهلي في ذلك الوقت، فيما سجل للنادي الإسماعيلي عبد الله الشحات والعراقي مصطفى كريم، بينما أهدر عبد الله السعيد وأحمد سمير فرج ركلتين متتاليتين. طيب هو الاسماعيلي لعب المباراة دي ليه؟ الاسماعيلي كان ثالث الدوري، كان ثالث الدوري، ولكن بعد اعتذار او انسحاب سميها زي ما حضرتك عايز، الزمالك صاحب المركز الثاني قرر اتحاد كرة القدم اشراك النادي الاسماعيلي صاحب المركز الثالث. بعد ايه؟ بعد اعتذار او انسحاب نادي الزمالك، زي ما حضرتك عايز قول زي ما انت عايز. وده طبعا التتويج مع كابتن شادي محمد وكابتن عصام الحضري. بس كده لا، لسه اصبر. في موسم 2016-2017 الاهلي بطلا للدوري والكاس، فالمفروض الاهلي كان هيلعب نفسه، كان يلعب 11 هنا و11 الناحيه الثانيه ويقف يلعبوا بعض ونشوف مين اللي هيكسب ونقول الاهلي الف ولا الاهلي ب. ولكن الأهلي حقق لقب السوبر 2017 على حساب مين؟ المصري البورسعيدي، هدف حمل توقيع وليد أزارو بعد خطأ فادح من أحمد مسعود لو تتذكروا هذه المباراة، حارس مرمى الفريق البورسعيدي في الدقيقة كام؟ 101. طيب هو ليه المصري لعب هذه المباراة؟ النادي المصري لعب هذه المباراة باعتباره وصيفا للكأس، حيث خسر أمام النادي الأهلي
2-1 بعد أن كان متقدما بهدف عبد الله بيك، لأن عمرو جمال سجل التعادل في الدقيقة 117 وأحمد فتحي هدف قاتل في الدقيقة 120. أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان أوري حضراتكم النادي الأهلي واجه نفسه قد إيه؟ وده التتويج بتاع 2016-2017. يعني خلال الثلاث مرات اللي أنا جبتهم بسرعة، يعني 5 و6 و7، 2005-2006-2006-2007 و2016-2017، جبت لحضراتكم حاجة سريعة جدا. ليه؟ وقعدت أدور في التصريحات عن تصريحات النادي الأهلي في ذلك الوقت، مع إن أنا متأكد وعارف، ولكن قعدت أدور في التصريحات إن أنا ألاقي حد طلع من المسؤولين في النادي الأهلي أو من إعلام النادي الأهلي يقول يا جماعة إحنا المفروض كنا نلعب نفسنا، أو المدير الفني يطلع يقول هذا الكلام. لم أجد الحقيقة، لم أجد. فالخسارة أمام الأهلي بهذا الشكل بكل تأكيد بتفقد الكثير والكثير من حاجات كتيرة جدا.